نظام الدورية الذكية. تقدم مجموعة GET القابضة نظام الدورية الذكية، وهو عبارة عن مجموعة متكاملة من الأنظمة الحديثة والمبتكرة المتوفرة للمستخدم داخل المركبة، وذلك عبر لوح ذكي ذو تصميم انسيابي أنيق مصنوع من الزجاج الليفي المتين فايبر جلاس، شاشة عرض تفاعلية تعمل باللمس، وقابلية تخصيص وتعديل الشعار الرسمي الموجود على اللوح. تتميز وحدة المراقبة بمراقبة آنية بالفيديو لمحيط المركبة بزوايا رؤية تصل إلى 360 درجة، بإمكانية تخزين الفيديو في النظام الداخلي للمركبة ومركز القيادة والتحكم. تتميز وحدة قراءة أرقام لوحات المركبات المتحركة بالتقاط صور اللوحات المعدنية للمركبات بتغطية 5 مسارات أمام مركبة الدورية، 5 مسارات في الخلف من الجانبين الأيمن والأيسر. تتميز وحدة مراقبة السرعة بالرصد الدقيق لسرعات المركبات بتغطية 5 مسارات أمامية و5 مسارات خلفية. تتميز وحدة التعرف على الوجه بالتقاط صور الوجه ومعالجتها بشكل آني ومقارنتها بقاعدة البيانات الأمنية. في حالات التطابق يتم تنبيه المستخدم داخل المركبة عبر إخطارات سمعية وبصرية ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. إن نظام الدورية الذكية هو نظام متكامل وقابل للتعديل، صمم لدعم وتعزيز مهام الأجهزة الأمنية في المراقبة والاستخبار عبر أدوات وبرمجيات متنوعة لمراقبة المركبات والطرق.